يقتل المسيح مخلص العالم. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضاً جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضاً إلى قانا الجليل، حيث صنع الماء خمراً. كان خادم للملك ابنه مريض في كفرنحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل، انطلق إليه وسأله أن ينزل إلى كفرنحوم ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفاً على الموت. أنتم لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. يا سيدي انزل معي. قبل أن يموت ابني. اذهب. ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: ابنك حي الآن. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى. ليلة أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع: ابنك حي. فآمن هو وبيته كله. هذه أيضاً آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل.